مساء النور. حصلنا مضويات فوالا سباق ولا ما عادش كاين. المهم حاضيكم البنات، كل عام وانتم بخير. روح عليا كل عام وانتم بخير ان شاء الله يا ربي. نقوم العام الجاي ان شاء الله يصيبنا في صحه جيده ان شاء الله يا ربي. جسمي ديزولي ما بينكمش وجهي، الله غالب ما كان لا عيد لا والو. راني نضرب فيها جلابه كلاكات وراني خارجه نتمشى شويه سيتو، ما كاين والو. انتوما كي عيطتوا واش راكم البنات باش تعاودوا لنا وسمحوا لي على الفيديو هذاك، هذاك الفيديو اللي حطيته على تشانكلا راه سينيالا، سي بور سا ما كاش في اليوتيوب باسكو سينيالا سينيالا حتى هو قيل تشانكلا، سي بور سا قلعوه ولا سينيالا كاش واحد مغربي ولا ما على باليش. المهم البنات ماشي مشكل، كل واحد يعرف نفسه واش يسوى ويعرف بلادو واش هي ويعرف حكايته وحياته واش هي فوالا. وكما خليناها التاريخ يتكلم، هذا ما كان وخلونا منها. الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تعمروا رسانكم بها وتقيموها بزاف، غير ما تحسب روحها حيه كبيره وهي غير خاريه حاجه سامعين داير عليها الذبين فوالا. واش البنات شوفوا انا راني رايحه نتمشى كالعاده، نضرب دويره تا من جهه ليد الملهين عاود نرجع، كل شيء مغلوق صح. نهار شباب اليوم صراحة، كما راكم تشوفوا الشميسة ساطعة. هذه هي البنات بقاو تردوا عليها، ودوك الناس اللي انا ندافع عليهم وهما يعايروا فيا، بغيت نقول لك الله يعطيك الذل العز، ما الذل راكي فيه. كاين بعض لي كومونتير قال لك خطينا من المشاكل، انا وانت هضرت كاع اصلا، انا شهر رمضان كومبلي وانا ساكتة، ما هضرتوش مع اللي كانوا الرب يطير في رمضان والتطياح والاخر، جيتي انت هضروا عليا انا مغلوبتي يا جارتي، غير نطق كلمه توسوسو خاطش عليها الله غالب قاده. سي بوغ سا غيتكم الحال خاطش نضرب في الصميم، راني ندافع عليك انا يا بوق قوه يا اللي قلتي لي خطينا من المشاكل وخطينا من ديك في رمضان والعواشير. ومن جهه عندكم الحق باسكو كاع شاس راه فيا وكاع شاس داروا فيا، وكي تولي في الجزائر وفي الصح كاينه غير انا اللي ننطقها، ما كاش اللي نطقت هذه الخطره افر انا ولا نسيمه، ما كاش علي. وين راهم دوك اليوتيوبرز الكبار ولا تعرفوا غير لي زابوني، تعرفوا غير المشاهدات ولي زابوني، جامي شفت وحده فيكم دافعت على الجزائر ولا ما تنتسبوش ليها، ماكمش جزائريات صاي عايشين برا ماكمش جزائريات، ولا تعرفوا الشعب الجزائري غير في الابونمون. بصح الحق ماشي عليكم انتم، الحق على هذاك الغاشي اللي تبع فوالا، على الشعب الحقار هذاك اللي تبع. انا فيا انا مدافع عليك وانت تعايري فيا، والله يعطيك الصحه يرحم والديك، والله عندها الحق. سنيرات الفيديو وما نزيدش نعاير وما نزيدش نقول، الله يعاون كل مخلوق باسكو كاين شي عباد والله ما يستاهلو يعرفوا واش يحقروا، وروحوا هضروا مع الاخرين، ما كاش غير فاطمه السويد يوتيوبرز ولا يوتيوبرز ولا كاين غير نسيمة، راه كاين الوف راكم كاع تضلوا عندهم وتفرجوا وتكومونتوا. نحبك ولا غير نحبك يا ابخي، ما كاش اللي خرجت بكلمه وقالت واش راكي تقولي، كنت غير على من الجزائر دارت بروفيل غير في الانستغرام، من يخافوا على القنوات اللي يتبلعوا كندرتو بروفيلات غير في الانستغرام ولا ما طيقوش وهذا الشيء راجع للمتابعين. على كل حال هذه هي نتوما اللي ضالين مخشيين في القنوات تاع الجهه اللي مالها، وتقول اختك انا اختك جزائريه من فضلك ديري لي قلب تعجبيني، وغين او غير صرا كاش مشكل بيننا حنا اليوتيوبر الجزائريات تنوضوا لنا، شوفوا المغربيات شوفوا ها قاسلكم كم شيء جاج في عينيكم فوالا. والله العظيم ما تحقروش ما تحقروش لبنات بلادكم، ما تحقروهمش، تعرفوا شنو تحقروا. هذا تقول لي اختك من مشاكل، الاخرى تقول لي من اللي عرفناكم تديري، انا عمري ما كنت ندير المشاكل، انا تيخلطوا فيا بنهضر، مالي راني ساكته في شهرين ولا ثلاثه باسكو ما نبشوش، ومن ينبشو من حقي نرد على نفسي، مالي انايا حجره ها. الله يهدي ما خلق هذا واش يقول لواحد.